ناخدك واروح، لانه ما حدث اليوم ان نجحت التجربه هو حدث عظيم لتقنيه الفار. طبعا بلا شك، يعني انا واحد من الناس من اكثر الناس اللي انتقدت اداء اللجنه الخماسيه في العديد من الملفات، لكن لابد ان احنا واحنا عارفين ان احنا بنتكلم بشكل موضوعي، لابد ان لما تلاقي حاجه كويسه تشاور عليها وتشد على ايد الناس وتقول ان انتوا عملتوا حاجه كويسه، عملتوا المفروض خطوه كويسه، خطوه تم التشكيك فيها على مدار الاوقات اللي فاتت، خطوه لا زال فيها برضو بعض التشكيك من قدرتنا، من قدره صحيح. الحكام، من قدره اللاعبين على التعامل مع التقنيه، من قدره كل عناصر المنظومه. الموضوع الناس فاهمه، ممكن تكون فاهمه الفار بشكل غلط شويه. هو مش مجرد حاجه حصلت او خطا هيحصل كل وقت هنروح على الفار، او هو مجرد تقنيه بتحصل والموضوع انتهى. لا صحيح. لابد ان احنا كلنا نكون مستعدين هنتعامل ازاي مع الفار، وده موضوع مهم. وانا شايف ان كان في تقصير شويه من اتحاد الكوره او اللجنه المؤقته لاداره اتحاد الكوره، ان هي كانت مركزه بس في فكره تطبيق التقنيه كتقنيه، لكن قصه انك تفهم الناس ما حصلش، ده ما حصلش. قصه انك توعي الناس برضه ده ما حصلش. لان احنا دلوقتي دي حاجه جديده علينا، واحنا بنقول ان احنا يعتبر تاني دوله بنطبق في افريقيا، بنطبق ده. لابد ان احنا برضو المشاهد لابد يعرف ازاي، ليه الحاله دي ما لجاش فيها للفار، وليه الحاله دي لجأ فيها للفار. لكن لابد الفتره اللي جايه، وده يقع على عاتق كل اطراف المنظومه، ان احنا لابد ان احنا نقول للناس هنطبق ده ليه وازاي، ودي حصلت امتى، وامتى نلجا للفار وامتى ما نلجاش. بعض الناس اتكلمت فيه، لكن لابد ان يكون الموضوع بشكل مختلف صحيح، علشان ما تحصلش مشاكل، عشان ما تلاقيش نادي او مشجع، بعض المشجعين سواء على السوشيال ميديا او في اي مكان يقول لك احنا اتظلمنا. ما فكره، بص، اي واحد متعود على فكره الظلم وخلاص، احنا اتظلمنا بغض النظر هو صحيح. دون اعمال العقل او دون اعمال او دون التفكير عن اسباب خسارتك، لا هو احنا اتظلمنا، في شماعه جاهزه، احنا اتظلمنا، التحكيم ايا كان. فطب خلاص الفار جه، الفار هيطبق، برضه اتظلمنا. هي فكره لابد ان انت توعي الناس ايه اللي حصل. ما كانش المطلوب، هو مطلوب طبعا، ده شيء كويس، وقلنا ان بنشد على ايد الناس، وكويس جدا ان على مدار الفتره اللي فاتت كان في تشكيك فيهم، لكنهم قدروا ان هم يطبقوه. لكن ايه الخطوه اللي جايه؟ ايه الخطوات اللي جايه؟ لابد ان هم يركزوا في توعيه الناس في الملف ده. ده وجهه نظري في موضوع صحيح. الفار صحيح. اما الفار بقى كتقنيه اكيد هيخلصنا ان شاء الله بعد ما توعي الناس من جزء كبير من المشاكل، ولا لا؟ ولا هيدخلنا في مشاكل تانية؟ هو على فكره الفار لحد دلوقتي في الدول الكبيره، في الدوريات الكبيره، عامل مشاكل برضه. صحيح، عامل مشاكل. وفي بعض بس دي حاجات بتطبق للاول مره، لابد انك هتلاقي مشاكل. لكن هل المشاكل بقى هتبقى مقبول ولا مش مقبول؟ هناك الفكر شويه مختلف. ما هو ده عنصر التوعيه اللي انا كلمتك فيه. هناك لا طبعا، اكيد الثقافه مختلفه، اكيد الناس متوعيه، اكيد الناس فاهمه ايه اللي بيحصل، اكيد الناس فاهمه انه مش موضوع ظلم، لا، الموضوع خطا ممكن يحصل في اي وقت. هل احنا بقى هنتقبل ده؟ هل احنا اعدينا الناس لده؟ احنا مش عايز الناس تفكر او تبص لفكره ان هو انت دلوقتي احنا في عز الانجاز مثلا انت جاي بتوريني حاجه ثانيه. هو ده دوري، انا صحيح. دوري ان انا اسقف لك صح. بس وانا بسقف لك واقول لك خد بالك صح. خد بالك علشان ما تخليش نشوه الانتصار اللي انت فيها او الحاجه اللي صح. خليتك انت كويس، لابد ان انت الجانب الاخر تبص عليه بشكل كويس.